راسي من قهري. ليش فات بيتنا؟ ما شاف إنه نحن ناس فقراء، ما شاف إنه حالتنا معترة. هيك الله لا يوفق، الله لا يوفق، الله لا يوفق. شوف لقينا هذا المقص. لمين هذا المقص؟ ما بعرف، لقيناه بالبيت هذيك الليلة. مو لقلنا، مو لقلنا، أكيد ابن الحرام كان ناوي يعمل فينا شي مصيبة تاني. أعطيه لشوف. خليني أعطيه على بيضربني. لا ممتاز. هدول هم. في عندك شغل بشيل هالكلام؟ يعني انت جهزت لي كل امورك بالمديريه؟ بعدين ليش مالك بالدوام اليوم؟
فلتاني مثل العادة في ضرب رصاص تحت البيت ما حسيت بشي. يخرب بيتك شو معتاد. بس بتعرفها بالشوش هي الأيام هي أفضل أيام لشغلي. وبالأخص إنه المدير غايب والأمور عم تمشي بسرعة. عظيم. لك كان يا أستاذ تفضل شوف لي هالمعاملة. قديش هاي اللي الزبون بدنا عليها؟ انت قديش بدك عليها؟ سليم من اولها لا تبلش تحوط هيك وهيك. ايوه وغلاوتك عندي. انا قايله لزبون 100,000 واذا ما انك مصدقني انا مستعد اجمعك مع الزبون. ماشي رح اخذها معي. سلام. هلا اقل من انه روح معك وتطمن على نورا، مع انه بتعرفي والله زعلانه منها هي وامها. لا يا اماني الله يعين العالم. لك ايه ما اختلفنا، بس كانوا يتصلوا ويخبروا يعني مثل المره الماضيه. بابا دائما بيقول عاملوا الناس على قدر عقولهم. ام صبحي ست درويشه. هو بدك الصراحه نورا ما بينزعل منها، والله بالعكس بينزعل عليها، بتحسيها هيك معتره. شو رايك ناخذ لها معنا شي هديه؟ ها هي اماني اللي انا بعرفها. هلا اول ما ننزل من السياره مندور على شي محل وبناخذ غرض بايدنا. ماشي. شو كل يوم بده يجي لعنا؟ مو احسن ما تمطمط القصه بلا طعمين؟ على القليله هيك بتصيري بتعرفي يا بناسبك يا لا. اذا هيك من هلا لا. بلا هات الحكي الفاضي بلا. يلا قومي الحقيني على المطبخ بدنا نحضر الغدا. يلا. حكي فاضي. ليش ما جبتي لها دكتور يا أم صبحي؟ مو محرزة قريب جبت لها حب التهاب من الصيدلية. والله بصراحة بهالأيام مو صفيان بيت ما فيه حدا مقرب. أخي راغب كان سخنان ودعته بردية، كمان المسكين كان مقرب. إن شاء الله من هون لبكرة بتتحسن. إن شاء الله. المهم بدك تجي على الدوام ولا أقدم لك يوم تاني إجازة؟ خليها على التيسير. شايف إبراهيم هالمساحة ما أحلاها؟ بتاخد العقل. يعني بنعمل فيها أوضة ومطبخ وحمام وصلى الله وبارك على قولتك. فكرة أنت شو فاكر الدنيا سايبة؟ أساسا اللي حيخدمونا عمي. هلا مين حاسس على حدا بهالأزمة؟ كلياتهم عم بيعمروا ولا وقفت علينا؟ اسمع لقلك، أهم شيء عندي أنا نضال، من حقه ينام ويدرس بغرفة لوحده. هي معك حق فيها. حاكم العيشة مع واحد مثل راغب بنفس الأوضة بتطفش الحجر مو البشر. شو قلت؟ ما قلتي لي الأسباب الثانية لعمار الغرفة. واحدة واحدة، هلا خلينا بمشكلة نضال. معناتها المشكلة الثانية بتخص راغب. ما قلتي لي بده يتجوزها؟ لا ما بده يتجوز. لكان شو بده؟ ايش وحزيرة؟ هلا خلينا بمشكلة نضال وبعدين بنحكي. مثل ما بدك. تفضلي. ماني مصدقة اني رح ارجع على البيت ولاقي وحده مطرحين. يلا طولي بالك، شو بدك تساوي؟ الله يرحمها، بعدين انت بكره بتتعودي عليها، بجوز تطلع ظريفه المره. بدك يعني اتعود اماني؟ لك امتى بدك ترجع على الديوان؟ صدقيني مليت لحالي. ليش لحالك؟ وجارك ما عم يسليكي؟ ليش انا اللي حظ بشي؟ جاري لا شايفني ولا سائل عني. خلص هي بحاجة تبكي بقى، بعدين انت لا تحملي القصه اكثر من اللازم، ايه؟ ماشي ديري بالك على حالك. سلام. شو بها هبة؟ مسكينة متضايقة، أبوها اليوم بده يتجوز. ومين كان قصدك لما قلتي لها جارة؟ جهاد. آه حاطت عينه عليها يعني؟ لك لا بالعكس هي اللي حاطة عين عليه. يا حبيبي عليكم. أنا بس دي أفهم شغلة، أنتوا جايين تشتغلوا ولا تحبوا تعشقوا؟
انا بدي روح لعند مرت الاستاذ سهير على المستشفى، تجي معي؟ لا والله ما راح اقدر، بتعرفي اني بالبيت لحالي ومستحيل اقدر اتركها بقى اكثر من هيك. تفضلي تفضلي تفضلي. الله شو حلو البيت. هيثم فوت الشنطة فرد مرة على الغرفة. حاضر. يا أهلا وسهلا، نورتي بيتك. منور بصحاب. إيه إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طيب أبو هيثم، أبو هيثم حبيبي، أنا هيك واصل مشوار أعمل لفة بالسيارة لوقت الغداء، بتوصوا شي؟ الله معك. الله معك. شو رأيك تفوتي وتفردي غراضك؟ الغرفة جاهزة. طيب شو رأيك حضر الغداء بالأول؟ لا 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 لا، ما في عجلة، هلأ بتجي هبة وبتحضره. طيب نص ساعة وبكون خالصة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيناي، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيناي، غني لي غني وخد عيناي. عزبناكي معنا. الله يسامحك، الناس لبعضها. من يوم اللي اكتشفنا وجود المرض والمسكين يمكن ما نام ساعتين على بعضهم. شدة وبتزول. أنا كل يوم بعد الدوام رح مر لعندك، بركي بيروح هو بيرتاح له شي ساعتين. زهير ما في يرتاح، أنا بعرفه منيح. زهير بكل حياته حامل السلم بالعرض، أصلاً مو تعبه غير عقله وضميره. صباح الخير. صباح النور. ممكن تستني بلا شوي بدنا نغير على الجرح؟ ايه طبعا بالاذن. كيف حاسة حالك اليوم؟ الحمد لله. الدكتور عم يغير لي على الجرح. انا ما بعرف كيف بدي اشكرك، فيك تروحي، انا بدخل لعندك. انا ما عندي شيء، يعني بقدر حتى اني نام عندك. لا ما قصرتي، بكره بشوفك بالشغل، تفضلي. طيب عليها العافيه. الله يعافيك، مع السلامه. حبيبي
شو قصة التلفزيون وما التلفزيون اللي عم تحكي فيها قدام الناس؟ لأني سمعت بالتلفزيون كل بينصابوا بالسرطان بيموتوا. بعيد الشر عنك، إن شاء الله أنا ولا أنت. أمي الموت بيوجع. أمي ليش ما جاوبتيني؟ أنت منين عم بتجيب الأسئلة كلها؟ يلا حبيبي وعدي انتهى وقت الزيارة. يلا جاي شبكوا ليه مسكرين الباب؟ سكر الباب؟ بالغلط طبعا. اهلا وسهلا، انا سعاد. أنا رايحة أجهز الغداء. رح أجي ساعدك. رح أروح ساعدك. اتحجب؟ إيه؟ أنت ليش متفاجئة؟ أنت ضد الفكرة يعني؟ لا لا أبداً، بس أنا تفاجأت، ما توقعت أنك تطلب مني هيك طلب. أنا ما عم بعرف ليش أنتي مستغربة. مثل ما لك شايف، ما حدا من أمي وأخواتي محجب. كل واحد وعنده قناعاته. أنا مطلبي من الحجاب مو هو التشدد والتزمت لا سمح الله، أنا مطلبي الحشمة. الحشمة وبس، وخاصة لوحدة متزوجة. بس لحنا كل لبسنا محتشم. بعرف، لاحظت هذا الشيء وكتير حبيته. بس بعتقد انه الحجاب بيكمله. كنت بحب هيك قرار يطلع مني انا، ما حدا يفرضه علي. بس انا عم بطلبه منك طلب وما عم بفرضه فرض، والفرق كبير كتير بيناتهم. بعدين لسه انا ما بحق لي افرض. طيب واذا رفضت؟ ساعدك تقطيع الباذنجان. لا 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 لا، احنا ما بنقطع هيك الباذنجان، احنا بنحبه ناعم. اتركي. شو عليه بنقطع ناعم؟ شوفي لي هيك منيح؟ عارفه امل انك كنتي محيرتيني. حيرتك؟ فيني احكي بصراحه؟ اكيد. يعني صبيه حلوه مثلك شو ناطره لتعيش حياتها؟ انا عايشه حياتي مرتاحه. ايه بس يعني هذا بيتوقف على تعريفك للحياه. تعريفي للحياه؟ ليش انت شو تعريفك للحياه؟ الحياه مو بس سياره ومصاري ولبس حلو. كمل. في مسائل تانية بالحياه مهمه، قد ما حاولنا نتغاضى عنها بتضل موجودة. بالعكس، تغاضي عنا بشكلنا أزمة نفسية وجسدية، وهي حاجات إنسانية مشروعة. وشو برأيك الحل لأرضاء هاي الحاجات اللي عم تحكي عنها؟ ببساطة، أرضاءها بدون تعقيدات. أوكي، بدون تعقيدات بس بالحلال. أيوة،
هاي بدياني عريس خير إن شاء الله. ليش سكتت؟ بالعكس، يعني أنا عم فكر بحكيك. المشكلة إذا بدنا نفوت بمفهوم الحلال والحرام مفوت بالحيط. إيه بس أنا شايفتها واضحة، الحلال حلال والحرام حرام. ما عملك بحيرتيني؟ بس حكي واضح. إيه بس أمل، يعني أنا من معرفتي السابقة إليك ومن مظهرك وبيئتك ما بيدل إنك أنت متدينة. التدين مو بس حجاب، ومحافظتي على نفسي إلى أسباب كتيرة غير التدين. حاجاتك كيف تتعاملي معها؟ جهاد؟ خلص بقى، عن جد صعبت على هي الأسئلة. أنا آسف. تحبين تغدى؟ أوكي، إذا على حسابي موافقة. إيه ما في مشكلة، على فكرة عليكي أنا ما كتير معقد بهدول القصص تبع رجل شرقي وعلى حسابي وعلى حسابك، ما عندي هيك مشكلة أبدا. اطلب على ذوقك لكن. متر؟ طلب وسام مشروع وماني شايف فيه أي مشكلة. بس أنت كل عمرك بتصوم وبتصلي، بحياتك ما طلبت منا نتحجب. إيه لأنه هيك مسائل بفضل تجي من قناعة ذاتية. وهذا يلي عم بقوله. لك يا بابا، إذا كان هو بده هيك المفروض يحاورك ويعطيك فرصة لتفكري. والله أنا شايف الموضوع كلياته محرزان ينحكى فيه. يعني إذا صار نصيب ليش لما تتحجبي؟ أمي أنت نفسك ما عليك محجبة، بدك بنتك تتحجب؟ والله إذا طلب مني أبوكم إني أتحجب فليش لا بتحجب. المهم أنت يكون عندك قناعة، لا تحمليني وزر هالمسألة إلي. أنا ما عدت مرتاحة لهي الجوازة. هلأ يعني ما عدتي مرتاحة؟ لأنه طلب منك تتحجبي؟ لا أكيد مو مشان هيك، صاروا أكتر من سبب وأنتوا بتعرفون. أنا اللي مضايقني من موضوع الحجاب إنه حاطه شرط للزواج. أنا لو محلك ما بتحجب. نسرين لا تتدخلي أنت. رؤى أختي مصلحتها أكيد بتهمني. يكوني محضر خير. يعني أنا محضر شر هلأ؟ هلأ خلونا نأجل القرارات. أنا رح شوف وسام وأفهم منه. اف خلص حبيبتي دوري بالي. سلم ديار. طيب انا هاي من بكير بابا. لا بابا بس هيك يطلع حالي بدي اطلع شغل بكير. تصبح على خير. الله معك. انت بخير. هبه من وقت الغداء لهلا ما طلعت من غرفتها. هي هيك بالعاده؟ لا بدك تطبري بالك، هبه عاطفيه وكانت معلقه كثير بالمرحوم إلنا. هيك بسيطه. ما حق. طيب رح فوت لصحن هالفواكه. ما في منك انت.
مرحبا. أهلين. في شي دقمة ناكلها؟ علا قومي لفي لأبوكي. خليك علا، ليش ما في طبخ؟ ما في شي. وليه عم تحاكيني بها النفسية المحمضة؟ هلأ تركتنا بمصيبتنا يومين ثلاثة وما سألت، وهلأ جاي تسألني شو في أكل وشو في طبخ؟ لك على هاللأمنة اللي عم تحكي معي فيها، شو ما صار فيك القليل؟ بقدر أعرف أنو كبري حوتك بهاليومين؟ نعم أكرم والله. لك بالكبري عن ما قال لي ما بيصير اللي سويتيه انت وبنتك. أصلا لو كان في زلمة بالبيت ما كان صار اللي صار. انت لا تتدخل، ها لا تتدخل. روح ارجع على الكبري اللي حوتك واتركنا نحن بهمنا وبحالنا. روح أم صبحي راجع، بس مو على الكبري، راجع لعند عروستي اللي تجوزتها. ايه لعند البنت الحلوة الصغيرة النعومة. وإذا بدك بعطيك العنوان لحتى تباركيلي فيها، بس قبل ما تيجي جيبي معك بوكي ورد، لأنه عروستي حلوة ورية وحساسة. ايه بعد بعد من طريق العريس. ما يعني هلأ رح توافقي ولا لا؟ توقعتكم ما تكونوا نايمين. فوتي فوتي. شو؟ رح توافقي؟ ما بعرف، خايفة يفكروني الناس ما وافقت مشان موضوع الحجاب. هلأ هاكلي هم الناس انتي؟ المهم انتي شو بدك؟ محتارة. إذا ما عندك مشكلة بموضوع الحجاب فليش لحتى ما توافقي؟ ما عندي مشكلة بموضوع الحجاب، بس أنا حاسة كل ظروفه ما بتشجع. طريقة طرحه للموضوع ما حبيتها. لا إذا ما حبيتي مالك مضطرة أبدا توافقي. بركي ما كان الحب هو كل شيء. بعدين إذا فكرتي كتير رح تقولي لا. يعني معقول ما بدك يعني فكر بأهم خطوة بحياتي؟ حبيبتي لكيني قدامك، انتظرت كتير وفكرت كتير، وعلى قد ما فكرت حاسة اني ما عاد قادرة اتجوز. هي اول مرة بسمعك عم تحكي عن حالك هيك. مش موي هي الحقيقة؟ كأنك عم تقليلي وافق، ما انك من شوي قلتيلي لو كنت محلك ما بقبل. بلحظة استفزني الموقف، بس بعدين رجعت وفكرت. يعني قولتك وافق؟ لا، القرار بالاخير بيرجع لإلك. بتعرفوا والله ما يطلب مني النضال اني ارمي حالي بالبحر لحتى وافق، بس المهم نتزوج ونعيش ببيت واحد. انا مستعدة بوس ايده لنضال ليلك زدتي حالك بالبحر ويخلصنا. اضحكوا اضحكوا وحياتكم على قلبي احلى من العسل. حبيبي شو قصة التلفزيون وما التلفزيون اللي عم تحكي فيها قدام الناس؟ لأني سمعت بالتلفزيون كل اللي بينصابوا بالسرطان بيموتوا. بعيد الشر عنك، إن شاء الله أنا ولا أنت. أمي الموت بيوجع، الموت بيوجع، الموت بيوجع.
بسرعة. خبرك الله يرضى عليك. فعلا هيثم عاوزك بابا. خير بابا؟ لازم اشرب. شبك بابا؟ والله خوفني. شو نصر بابا؟ في هاي الحبوب يعني بتعرف يعني ايه بعرفها، بس ابو هيثم هي لازم اروح على الدكتور، يعني ما فيك تتصرف هيك منك لحالك فيها. بلا رحت الدكتور بابا مو حلو بحقي. هي الحبوب بتأثر على القلب وعلى الضغط. لا والحمد لله ما بيشكي من شيء. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. لا تنسى سياراتهم. لا اعوذ بالله، شو انسى اليوم؟ حضر حالك المساء بنعمل طلي على السوق. هيثم انت بالعاده قبل ما تنزل ما بتفطر؟ لا والله، من وقت ما توفت المرحومه الوالده فطرناها للعاده. ايه رح نرجع لها العاده ورح اعمل لك سندويشه. باي انت بالحلال؟ الحمد لله. يلا بخاطركم روحي وصلك الطريق. ليش لا؟ مو احسن ما اتشنطط بالمكاري هلا؟ ايه وبامن عليكي اكثر معي الاصوات اللي عم تطلع برا. يلا. سعاد عم تعمل له سندويشة، جوعان شيء؟ لا ما بدي أكلت. سندويشتين يا سعاد. أنا شايف الأمور خير. إذا بدك تتخرجي من المشفى أنا ما عندي مانع، إلا إذا حاسي حالك تعباني. طيب خلونا نأجل قرار للمساء. مثلا نعمل شوية تحاليل بناء عليها منقرر. عليك العافية. الله يعافيك دكتور، شكرا. حبيبي روح على شغلك، إذا احتجت شي بدق الشرس للممرضة. ما بقدر أدركك حبيبتي. بالليل لما أنام لوحدي عم أتضايق كتير. لطيف يا زوير، شو حبيبك بالدنيا؟ مو قد ما انا حابك تبي. حابك كمل سوا، اللي مو حابك بده يكون بعد كل هالعمر، بعد ما انا حرمتك من الاولاد. لا تكمل، يمكن مرضي هلا يفسر حكمته بانه ما يكون عندنا اولاد. رح يعيشوا مع المرض بكل لحظه ورح يسألوني كيف صرتي، ورح أكذب عليهم وقول لهم أنا منيح، وهن رح يعرفوا أني عم بكذب عليهم لأني أنا ماني منيح.
شاء الله تصير. ماما ما بدك تروحي على شغلك؟ امي ليش قدراني؟ يا ترى شو بيكون عامل؟ يا رب ان شاء الله خير. اخواتك بتعرفيهم ما دخلهم بهيك قصص نهائيا. لكان شو القصة؟ دعارة يا وسخ، ابني المسك بممارسة الدعارة، وانت يا خانم قبل ما تجيني وطالبي بحقوقك وتعلميني كيف بدي احكي معك، اعرفي واجباتك، ربي ابنك، علمي الصح من الغلط، علمي شو هي الاخلاق. وانت يا ولاد شو اللي وصلك لهذا البيت؟ ليش ما حكيت انه بدك تتزوج؟ مين منعك؟ اقسم بذات الله ما ادرى مرة تانية انك راجع لهذا البيت، لا فرمك فرم، يا خبك برات البيت، عم تفهم؟ دائما ان شاء الله صحة. نعمة كريم الله يحفظها من الزوال. امين يا رب. وين صرت؟ وين صرت؟ رح موت على ما الاقي طريقة اعرف فيها شو الاخبار. خليك بعيد احسن لك. وغازي فيك تعرف شو اللي صار؟ شو بده يكون صار يعني؟ قولوا انسوا الموضوع وانت اكلك الهم. لو نعرف شو صار. شو صار؟ مدري بحالها شو صار؟ لا علم من صوبة ولا اخبار. وبكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار. ولو حبيبي اختك ما غلطت بشي لحتى تتعامل معها بهي الطريقة. بعدين يعني اذا كنت خايف عليها مثل ما عم تقول بتقعد بتحكي معها بتتناقشوا بس مو بتعمل لها مشكلة. وانت بصفتك شو عم تدافع عنها؟ لانه ببساطه من حق الامان يكون عندها صديق ممكن تحبه وتتزوجه او لا. كثير حلو هالحكي. ها بعدين انا حاسه حالي عم دافع عن نفسي، عم دافع عن علاقتي فيك مو بس عنها. ليش عم تقارني علاقتنا بعلاقه؟ علاقه شو؟ كمل. ما انا ممكن يكون عم يتسلى. اختك مالها صغيره واكيد بتعرف تميز. انا ماني فهمان مغزى من حديثك، يعني ماني فهمان ليش من فعلك لهالقد. لأن المفروض إذا أنت حضرتك مالك متقبل وجود علاقة بحياة أختك ومالك قدران تتعامل مع الموضوع فعلى الأقل يعني اعمل حالك مو شايف. أعمل حالي مو شايف؟ أي مو شايف. هيك بتعمل بحالك وفينا؟ يا حوينت الترباية اللي وصلتك لهدف. لنفرض أنه ما خطر ببالك أنه توصل الأمور للشرطة والبهدلة، طيب ما فكرت بالحلال والحرام؟ تصور لو كل شاب بعمرك بيلجأ لهالطريقة لحتى يحل مشاكله، شو بيصير بالدنيا؟ مو بتخرب؟ أمي لا تزيدوا علي، مو ناقصني. لا بدي زيد عليك أكتر لسه، مشان بحياتك ما ترجع تعيدها مرة تانية. يا ماما اللي صار مو بإيدي، مو بإيدي. مو بإيدك؟ ليش ما عندك عقل؟ ما عندك إرادة؟ شو؟ بدك زوجك لحتى زوجك؟ ما بدي، ما بدي شيء. تركيني بحالي، تركوني بحالي بس. ماشي مثل ما بدك، بس اللي صار هالمرة هو أول وآخر درس لك.
إن شاء الله تكون تعلمت منه منيح شو نتيجة التصرفات الطايشة. شكل. بس بصراحة خايفة بتتضايق مني. وليش لتتضايق؟ هيك البيت صار أحلى. بعدين هي دوب كانت ملحقة على وظيفتها وشغل البيت لما ترجع أكيد رح تنبسط إن شاء الله. لك تخيلوا إذا في أحلى وألس وأطيب. تاخذه أنت؟ باخذه. الو. مرحبا. اهلين وائل. حبيت احكي معك واطمن لانه شغل بالي عليك. الله لا يشغل لك بال ولا شيء، هيك ظرف بالبيت ما قدرت داوم. ايه خير ان شاء الله. بكره جاي؟ ايه اكيد جاي. انت كيفك؟ منقول الحمد لله ماشي الحال. يلا ماشي، ما راح اطلق اكثر من هيك، بس حبيت اطمن عليك. تسلم لي يا وائل، كلك ذوق. الله معك، مع السلامة، باي. ماما ديري بالك على حالك وعلى تصرفاتك. ايه تعرفي هداك اليوم سألني إذا لساتني عم بعمل ريجيم، شكله ناطرني لأنحف. نحلم كتير أنا وإنهام نصير النبات. بقيت تقرأ كتب سنين طويلة عن رعاية الأطفال وتربيتهم، بس ما قرفيتي، ما إجانا أولاد. رفضت تتركني، بالعكس لما قلت لها أنه أنا ما بدي ضميري يعذبني أنه ما قدرنا نجيب أولاد، قالت لا. مسكت فيني أكتر. اللي بيسمعك بيقول أنه أنتوا أخذين بعض عن حب. أنا وإنعام متزوجين عن حب. لا أدري ما حالي أنا، احترت في أمري، لا أدري في جسدي دم أم حنظل يجري. من لي من لي بمرآة أرى فيها ابتسامة وجهي،
الشرفات أطلقني من سردابي حررني ولو لحظات لا تحتضر يا حلمي الغافي على الشرفات أطلقني من سردابي حررني ولو لحظات أطلقني طيرا قد فلت من يد فوق حقول الحب والبسمات.